بالدم نهديك يا جلال. هذا يدل على مدى ارتباطكم بهذا المبدأ والمنهج الأممي الذي كنا نسمع عنه والآن أصبح يطبق ونحن من نطبقه. أيها الرفاق، أيتها الرفيقات، نحن اليوم نهدف بصوت واحد، إننا شعب واحد لا تفرقنا أكبر قوة على وجه الأرض. نحن دعاة سلام، نحن دعاة حرية، نحن دعاة أخلاق، لا نعتدي على أحد ولا نتمنى أن يعتدي أحد علينا، لأن من يعتدي سيرى وجه القوات التي تناضل من أجل أخوة الشعوب.